السلام عليكم، راح نحكي لكم شوية نصائح لمرضى اللي عندهم حصى في الكلى أو اللي بتكرر عندهم حدوث الحصى الكلى. من أهم النصائح هي شرب الماء بكميات كافية بحيث نخلي لون البول دائما شفاف، فطبعا راح نحتاج ماء في الصيف أكثر من الشتاء، لكن مجرد شرب الماء بيقلل تقريبا احتمال حدوث حصى الكلى إلى الثلث تقريبا. أيضا من النصائح الأخرى هي التوسط في أخذ الأغذية المحتوية على الكالسيوم، يعني ما بدنا نوقف الكالسيوم نهائي وما بدنا نأخذه بكميات كبيرة. تقريبا نقدر نحكي إنه لو على كل وجبة أخذنا بورشن صغير من أي مادة تحتوي على الكالسيوم مثل الحليب أو اللبن بتكون كافية. أيضا التقليل من الأطعمة المحتوية على الأوكزاليت مثل الشاي والقهوة والمأكولات الخضراء المطبوخة مثل السبانخ والملوخية وغيرها من المواد المحتوية على الأوكزاليت. من النصائح الأخرى اللي لازم نلتزم فيها هي التقليل من البروتينات بشكل عام والبروتينات الحيوانية بشكل خاص. من المهم جدا التقليل منها حتى لا يتكون عندنا حصى، ودمتم بخير.